نقطة نظام في التسيير، تفضل. سيد الرئيس التسيير، أنت بترأس واحد الجلسة، احنا معارضة، حزب الاستقلال معارضة، عندنا حزب خرج من الحكومة ما عرفاش معارضة ماشي من المعارضة، وفقا الفصل 66 بغينا نعرفوا واش من المعارضة ولا لا. شكرا. نرد عليه. الإخوان. خالد. اسمع. شكرا. شكرا. أخالد. السيد رايس. سيد رايس، نعم أنا جاهز. سيد رايس، سي وهبي، طرحتي السؤال ديالك؟ شكرا، نريح الأرض، أنا غنجاوب. شكرا سي وهبي. بلاش، أنا جاي عندك. القانون، تفضل سيد رايس. أنا عندي سيد الرئيس نقطة نظام في التسيير. نعم. هذه الجلسة جلسة دستورية. نعم. محكومة بالقانون. نعم. ومحكومة بالنظام الداخلي ديال هذه المؤسسة المحترمة. تم. إذا سمحتي سيد الرئيس، المفروض فيكم كرئاسة كلما كان هناك خرق للنظام الداخلي أن تفعلوا القانون. شكراً. يجب تفعيل القانون. شكرا. ما كنهرجوش هنا. شكرا. شكرا. شكرا سيدات والسادة النواب المحترمين. كنعطي السؤال أو كنجاوب الأخ وهبي على السؤال الثاني بأنه كان غائبا عندما تلا أمين الجلسة في قراءته أن أحد الفرق أصبح ضمن المعارضة. مجموعة، أنا كبرت قلت لك الفارق، المجموعة النيابية. أنا كبرت بك ولا مجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية. صافي لله، أنا قلت لك فارق كاع.